بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أهلنا في ربوع ليبيا، أهلنا في الشرق، وأهلنا في الغرب، وأهلنا في الجنوب. نرحب بكم في برنامجكم بنغازي تعز علينا. نقول لكم أهلا وسهلا وعلى بركة الله. نبتدي الحلقة. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رسائلنا كالمعتاد بإذن الله تعالى نبتدأ بها الحلقة. حقيقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لزميلنا وأخينا الشاب الصغير أسامة مفتاح، أسامة محمد برزيزة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، أسامة محمد برزيزة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه. وتكاد حقيقة تجمع عليه القلوب وتجمع عليه العقول أنه شاب مؤدب خلوق حيي ساعي لمصلحة الوطن، ثائر من الثوار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه. سبب الوفاة أنه مرض، ابتلي بمرض، فكان الأجل انتهى في صباح هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يلحقنا به في الفردوس الأعلى يا رب يا رب يا رب. هذه رسالتنا الأولى. وحقيقة سواء كان بالمرض أو بالمعارك وبالقتال وكذا، لكن نقولها بكل صراحة، نفقد يعني خيرة شبابنا، خيرة شبابنا وخيرة أبناء الوطن هذه الأيام نحن نفقدهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضنا فيهم خيرا وأن يبدل أهلهم وأن يبدلهم خيرا من أهلهم وذرية خيرا من ذريتهم وجيرانا خيرا من جيران. هذه رسالة الأولى اللي حبيت أن نبدأ بها الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهذا الشاب وأن يصبر أهله وأن يعوضهم خيرا. الرسالة الثانية وهي الحديث القديم المتجدد، نسميه هنا المصيبة القديمة المتجددة، المصيبة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينهيها عاجلا غير آجلا بإذن الله تعالى. مصيبة ما تسمى بعملية الكرامة، ما تسمى بعملية الكرامة، هذه هي النكبة. اللي يقول على ثورة 17 فبراير نكبة، والله بصريح العبارة وبالحقيقة المرة أن النكبة هي هذه ما تسمى بعملية الكرامة. ثورتنا بأخطائها بنواقصها بكلها يعني تبقى أن هي أمر غير مدبر، أمر إلهي من عند الله سبحانه وتعالى، فيه من النواقص ما فيه، لكن لما يجد أمر مدبر ومخطط له ومنفذ بإتقان ونجد فيه هذه الكوارث ونجد فيه هذه الخيانات ونجد فيه هذا الغدر، هو هذا ما يحدث في عملية الكرامة. هذه اللي نكبة فعلا وهذه اللي مصيبة. نحن اليوم هذا 17 شهر وواحد وعشرين يوم، 17 شهر وواحد وعشرين يوم على بداية ما يسمى بعملية الكرامة. باية أهلنا وخاصة في المنطقة الشرقية، هي حقيقة ما تسمى بعملية الكرامة هذه عمت ليبيا كلها، لكن كان تركيزهم المجرمين الكبار كان تركيزهم على المنطقة الشرقية وخاصة على مدينة بنغازي. إذا سيطروا على مدينة بنغازي معناه بيسيطروا على ليبيا، هكذا كانوا متخيلين هم أو متصورين أو عقولهم التعبان هذه قايلة لهمكي. بل لما نشوف المنطقة الشرقية ونشوف بنغازي ونشوف ليبيا بعد 17 شهر وواحد وعشرين يوم، في الوقت اللي كان شنو؟ في الوقت اللي كان أسبوع، أسبوعين، شهرين، ثلاث شهور، خذ من هذا المواعيد وحط إلى أن وصلت 17 شهر وواحد وعشرين يوم والبلاد في انحدار من الناحية الاقتصادية، من الناحية الأمنية، من الناحية الاجتماعية، من الناحية السياسية، انحدار ما بعد انحدار. ومع ذلك ما يزال المجرمون مصرون، ما زالوا مسكرين رؤوسهم على ما تسمى بعملية الكرامة، وكل مرة يعطونا اسم أخرى وكل مرة يحدوا موعد. أهو قال لك آخر ما آخر تسمية
وسبحان الله هي التسمية يجيبوا فيها على روحهم. آخر تسمية سموه قال لك الضربة القاضية. الضربة القاضية قعدنا له في ملاكمة نحن. الضربة القاضية هذه اللي بينه بها القصة إن شاء الله تكون نهايتهم فيها بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى الضربة القاضية هذه تكون هي قريبي خشوا على رسوم متحركة ودي يسموا فيهن التسميات هذين ما عايش لقوا أسماهم خلاص. يذكروا فيها شبابها في عملية جاية اسمها رعد العملاق إن شاء الله. هذه حتسمى بها العملية الجاية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ما يطقلهاش بإذن الله تعالى يا رب. نبوها أن نحن يشوفوا هذا منهم 17 شهر و21 يوم كانوا جايين على أسبوعين ثلاثة شهرين أربعة. وتقعد ليبيا زاهية وتقعد ليبيا مبحبحة ويقعد الفلوس حدث ولا حرج ويقعد الحواشي والطرق والمدارس والبعثات وكل واحد ياخذ حقه. يعني كلام بصراحة كلام قوي بالكل يعني كلام قوي بالكل. باهي وين طبينا؟ طبينا في مصيبة كيف ما قلت لك من انحدار على جميع الأصعدة على جميع المناحي اقتصاديا سياسيا اجتماعيا صحيا تعليميا. ما فيش حاجة وما قيلك نازلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن أهلنا يرد لهم عقولهم ويرد لهم يعني فطنتهم ووعيهم ويقولوا خلاص رحنا فيها مال ورقبة. مفروض هذا المثل اللي توا يشاع في المنطقة الشرقية مال ورقبة راحت فيها برقة. مال ورقبة يا جماعة الرقبة العويلة راحوا والمال السرقة والخراب والدمار وتطليعة الفلوس برا وبنية القصور وبنية المزارع. يعني حولت الشلة الأولى هذه اللي جن الثورية واللي يدور في فلكها وجتنا الشلة اللي توا قاعدها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم منهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم منهم. رسالة أخرى نقولها. نحن عندنا نوعين من الناس وأرجو الرسالة هذه ركزوا فيها كويس. عندنا نوعين من الناس يتعاملوا مع ثورتنا مع ثورة 17 فبراير مباركة كويس. نوع بعد الضيق به والله يا راجل يا ريتنا ما درناها الثورة هذه بصراحة قالنا شن درت لنا الثورة هذه. هذا نوع تنحكي لكم عليه. النوع الآخر والله الثورة هذه يعطيناهم 5 سنين يا سيدي تونا ها شن دروا لنا فيها. هذا من نوعيين ابتليت بهم ليبيا كويس توا نردوا عليهم في 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 عجاله هيك في سرعه. النوع الاول اللي يقول شنو اللي يقول الثوره هذه 4 سنين اعوذ بالله مش هترجي. النوع الاول اللي يقول شنو يقول ان الثوره هذه اعطيناها 4 سنين ولا 5 سنين شنو داروا. النوع الاول اللي يقول الثوره هذه يا ريتنا ما درناها ويا ريتنا لو تجي نحن القصه هذه لا 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 هذه من جماعه الثوره اللي يقول شنو اللي ما يندريش على الثورة هذه بالكل لا من قدام لا من لورا والله ما يندري عليها. في منهم اللي كان مسافر اصلا وفي اللي كان راقد في حوشهم وفي اللي ما كان مقتنع بها بالكل توه صح لا يقول شنو والله يا ريتنا ما درناها الثورة. اول مرة الثورة ما درهاش واحد بعينه الحمد لله وديما نكرر فيها الكم كويس ولا دربت جماعة ولا دربت طائفة ولا هيئة ولا مؤسسة. هذه حاجة ربانية أراد الله سبحانه وتعالى أن يكرم بها الشعب الليبي ويعز بها الشعب الليبي. هذه باش نكونوا واضحين. في اللي يقول في الكلام هذا يقول يا ريتنا ما درناها هذا والله بريء منها وهي بريئة منه. مش شور الكلام هذا. خلي ثورة 17 فبراير ماشي في حالها وخطاها الله يسترك. إن كان ما تبيش تقدم لها يد العون وتقول هاي على البلاد لنقلك خطأنا. هذا صنف. الصنف الآخر اللي يقول لك شنو اللي يقول لك والله ها عطيناهم 5 سنين وكأن عقد هو دارة كأنه هو الأستاذ هذا اللي قاعد في حوشهم كأن عقد دارة مع المؤتمر ولا مع الناس اللي برزت في الثورة ولا ني دارة معهم عقد وقال لهم هاي نعطوكم 5 سنين صار منكم وين ما صارش منكم معناه حولوا. لا ما فيش الكلام هذا ما فيش الكلام هذا أصلا. أول مرة اللي قال 5 سنين كان 5 سنين كهم ريحونا أصلا مجرمين الأزلام والمجرمين واللجان الثورية والأنظمة الفاسدة ريحونا نحن. كل سنة طالعين لك بمشروع هم كل سنة عازقين لك كورة نقعدوا نجرب جرتها كل مرة عازقين لك هاتك وإحنا نرقعوا فيها منين مشان السنين هذين ومشان من أعمارنا ومشان من بلادنا.
وجن كلهم بالخراب والدمار بعد ما توجوا الخطط بتاعهم والعفنة بتاعهم بالعمليات العسكرية وبالدعم والاستعانة الخارجية وفلوس واموال ورزق حرام بيش دمرونا. يبقى النوعين هذين نبوهم يفطنوا بس ويخطونا يخلونا في حالنا. واضح الكلام؟ توه نحن نبو نبدو في حلقتنا. حلقتنا بصراحة اللي هو موضوع الساحة. موضوع الساعة. الموضوع اللي حتى هو قديم المتجدد. يعني تقدر تقول موضوع اقتصادي بالدرجة الأولى. لكن الحل بتاعه قاعد. الفساس بتاعه عارفيننا. سبب طيحة اقتصاد بتاع ليبيا. سبب دمار ليبيا من ناحية الاقتصادية بالدرجة الأولى. هو هذا موضوع حلقتنا بإذن الله تعالى. طبعا نحن عندنا الفيديو الأول. نحن قلنا كلام من يش عارف هل هو قبل ولا بعد الله أعلم. لكن قلنا كلام في الحلقة اللي فاتت وخطبنا به مشايخ جدابية وخطبناهم بالاسم إنهم أهل العقل وأهل الحكمة عليهم أن يتداركوا الفتنة اللي تبي تصير في جدابية. توا أكرم الله سبحانه وتعالى جدابية بعقلاء بمشايخ صارت عندهم مشكلة فحلوها الحل العرفي. لكن توا نسمعوا الكلام اللي نقال في هذه الجلسة كلام طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وينفع به صاحبه. هذا الكلام تفضلوا يا شباب. نحن يا جماعة القذافي نهارة اللي جاء سمانا جردان والآن طلع لنا فريق آخر واحد يسمي فينا دواعش وواحد يسمي فينا كيف نسمي ونحن هضم بالله عيب في حقنا. لأن من يا جماعة رانا أنا نحكي على نفسي كقبيلة زوية نحن من ايام ايطاليا يعرف اللي قدمناه عقلنا ربنا قدمنا حافل ايطاليا وقدام الترك وما زلنا نقدمه وما زلنا البكره بعد بكره. ولكن الان رغم هذا العطاء عندنا اكثر من 570 شهيد في معركه الثوره هذه فيهم اكثر من 16 ضابط فيهم اكثر من 8 عقداء وجزانا ان نحن نبو في الاخر بكل لما هو خير وصلح بين الناس ونسعوا في الفتن جميع فتن في جدابيه كانت على روسنا وكنا نحلوا فيها. القبيلة الوحيدة اللي في جدابية نهارت اللي هدموا سجن الكوي فيها شالت السجناء بتاعها والمجرمين وشال حطتهم في السجن. ما فيش قبيلة في جدابية ولا في برقة ولا في ليبيا درتها. بل في ناس قاعدة عند أولادها مجرمين وقاتلين في البلاد عابثين فسادا وقاعدين الناس تساعد فيها. نحن يا جماعة لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحن كون إذاعات شاكير لي أول أمس ما تقلد إجدابي بصفة عامة لكن نحن بصفة خاصة نحن لأن المتحف هذا يعتبر شاهد على العصر جرائم القذافي ومن معه. نحن القذافي الآن تتبع في بعض الناس يقول لك النكبة. النكبة هو قبيت أن القذافي كان بالله عليكم يا جماعة أولادنا أعدموا في السجون أطفالنا الأبرياء أطعنوا بالإيدز طائرة معبة بالركاب 257 راكب بيحت من أجل أغراض سياسية وتتباكى خلانا نطوبر ونطبع في كتيباتنا على سبة كرمكم الله نحبسوا صفرة ونتباكى عليه ونقول والله الله يرحمك يا معمر الله لا يرحمه ومن لا يرحم والله والله من يترحم على عمر فهو منافق. فهي ثورة مباركة مهما يصير فيها من أخطاء فهي ثورة مباركة لأن نحن أعطتنا الحرية وأعطتنا نحن تكلمه. والله الحمد لله في اللي كان فلوسه في المصرف يجي يقدم شيك يقول له ما عندك إلا 500 جنيه خذوا فلوسنا حطوها في المصارف سكروا التجارة سكروا علينا جميع ما هناك ونحن نترحموا عليه. صح الثورة فيها أخطاء صح الثورة فيها سرقت ولكن الثورة والله بإذن الله مستمرة والله والله ثورة بيضة والله مهما يصير فيها من نكبات مهما يصير فيها من تعثر ولكن بإذن الله قائمة قائمة بإذن الله لأن هي ثورة مبتدة من جهاد الناس ومن كفاحهم المرير اللي هم ذقوه لأن البلاد الله لا يرحمها لا خلاها لا جيش لا شرطة لا أخلاق لا عقال حتى عقال قاعد يتفرجوا عليه. حي الله هذا الشيخ حي الله الحاج سعد بوسامرة. حقيقة كلام موزون كلام واضح ما فيش نفاق ما فيش دجل هذه حقيقة ثورتنا نحن. كلام يعني يحتاج ان نحن نوقف عليه نبوه كيف المبادئ الكلام هذا نبوه نثبتوه. يعني شنو قال الحاج؟ قال اول حاجه قالنا اول ما جاء القذافي سمنا جرذان اول ما طلعنا عليه وطلبنا بحقوقنا سمنا جرذان. اللي جي تو اللي يقول لك من يقول لك الله يرحم ايام القذافي ايام معمر وقلنا نحن من قبل
معمر لما جاك طلعت في الشارع الطالب بحقك، الطالب بقوتك، الطالب بفلوسك، الطالب بكرامتك الحقيقية، الطالب بعزتك، سمك جرذان. بعد انبلطوا فينا، بعد حلو والحمد لله رب العالمين نصر الله ثورتنا، يبوا يحاربونا بكذا، قاعد يتهموا فينا بجميع الأشياء الغير محببة عند أهلنا، سمحني، الألقاب اللي الناس ذمها، ولما يبوا يحاربوك بها حطوه عليك الاسم هذا باش تنتهى قصتك. أول ما بدوا بدواعش إرهابيين، قال لهم أين دواعش؟ نحن إرهابيين، نحن جهادنا من أيام الطليان، توز عمل لأيام الطليان كان يسموا فيهم دواعش، حتى هم كانوا يقاتلوا في الظلم، يقاتلوا في البغي، يقاتلوا في العدوان، يقاتلوا في الكفر، يقاتلوا جهاد هلنا هذي ما. فقال غازي، قال الله لا يرحم، لا خلى فيها جيش ولا شرطة ولا عقال، حتى عقالنا قعدوا يتفرجوا عليه. لكن الآن رغم هذا العطاء قدمنا 570 شهيد، حي الله هذه القبيلة، وأنا دائما أتكلم عليه حقيقة ونطروها بالخير، حي الله قبيلة الزوية في معركة الثورة، فيهم أكثر من 16 ضابط، فيهم أكثر من 8 عقداء، سعينا في وساطات الخير. قال القبيلة الوحيدة اللي نهار اللي هدموا سجن الكويفة، اللي سلمت أبنائها ممن هربوا من السجن، في بعض الناس تقول لك نكبة، القبيلة الوحيدة اللي سلمت المجرمين من أبنائها اللي كانوا قاعدين في السجن، لما كسروا ردوا عليهم أظن يقولوا لهم دواعش، يقولوا عليهم إرهابيين، ويقولوا عليهم جرذان، ويقولوا عليهم مجرمين. أولادنا أعدموا في السجون، أطفالنا حقنوا بالإيدز، هذا يحكي لنا في حسنات المردون. طبعا طائرة بها 257 راكب أسقطت من أجل أغراض سياسية ونتباكى عليها، خلانا نطوبروا ونطبعوا كتيباتنا على سبة أكرمكم الله حبسوا صفرة، واللي تباكى عليها الله لا ترحم، والله من يترحم على معمر فهو منافق. صدقت والله، يتكلم عن حال ليبيا بصراحة، يخليك تدير طابور يا رجل بيشتاخد طاسات شاهي ولا محبس كرمكم الله ولا صفرة تدير بها المناسبة متاعتك، وتو جيني تقول لي يا يوم من أيام معمر. بالمناسبة الميعاد هذا صار بشنا نحكوا عليه شوية، هذا مسار صار بين الجوازي، بين خوتكم الجوازي وبين الزوية. الدكتور سالم بروحيل تعرض لإطلاق نار، طبعا نتيجة الفتن، نتيجة اللي دواء عليه تواضاه اللي زرع لهم الفتنة وقعد يحكي لهم وسماهم بالأسماء، يعني هذه شغلتهم للأسف، استعمل المجرم هذا إنه بطل ما صارش منه شيء، خذا وجه وطرب أكبر، توا ردنا أخرى يبي يردنا الفتن ويبي يزرع لنا الفتن أخرى من جديد، لقين البلاد ها تبي تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا مستحيل الكلام هذا يعجبهم هم، لذلك بدأوا يزرعوا فتن أو كذبين على الدكتور سالم بروحيل، تعرض لإطلاق نار. المهم من هنا وهنا صاروا على بعضهم قبيلة الجوازي وصارت على قبيلة الزوية، والحمد لله رب العالمين وزوه. وشوف الكلام الخلاصة اللي طلعت في هذا المسار، وهذا هو اللي يهمنا، إن ثورة 17 فبراير خط أحمر رغم ما فيها من قصور، رغم ما استغلت من بعض الأطراف، رغم ما استغلت من السراقين وكذا وكذا، لكن تبقى خط أحمر، تبقى هي شامة في وجوه الليبيين بإذن الله تعالى اللي فكتنا من المجرم الأولي. فهي ثورة مباركة مهما يصير فيها من أخطاء، لأنها أعطتنا الحرية وأعطتنا نحن نتكلم. تو بالله عليك ما بنقول كم حاجة على السريع، تو مش من ثمرات 17 فبراير يصبي واحد عمره ممكن 17-18 سنة يقول لك وين يصير الميزانية اللي خذاها الكيب هذه، وين الميزانية 62 مليار كنا نندروا عليها أيام معمر هذه، بالله عليكم كنتوا تندروا عليها. تمعمر صب قالكم النفط هذا انسوه، طلعوه من روسكم من حسبتكم من شوكم، انتوا كنتوا بتزرعوا تبوا تديروا حاجه تبوا تبزنسوا تبوا تسرقوا من بعضكم تصرفوا، لكن النفط من النفط هذا لا 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 ولا لا قال هالكم ولا لا توه ادنى واحد صب يا سيدي. الحكومه اللي تو هذه شندروا فيها 62 مليار، انت قاعد تعرف حتى في الارقام، حتى الميزانيه اللي ما كانش عندنا ميزانيه اصلا، خش علينا السنتين والثلاثة بدون ميزانية لبلاد الدق، خذال الفلوس بالشوالات، تذكروهنه خذال الفلوس بالشوالات وحطهم في المصرف، وجي انت الطالب في فلوسك يقولك عندك 500 جنيه بس، الباقي يفتح لك ربي الشهر الاخر ان كان عطاك. يعني هذه الامور بصراحة ما نخليناش ننسوا، ذكرونا بهم هالمشايخ هالحجاج
في مصار علنا في مدينة جدابية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه المدينة وأن يحفظها من الفتن صراحة، يحفظها من الفتن ويكفيها من أولاد الحرام صراحة. يا رب يا رب. تفضلوا يا شباب. بالنسبة لإيقافنا للنفط، لم نوقف النفط للضغط أو لفرض النظام الفيدرالي. أوقفنا النفط لما اكتشفنا أن نفط اللي ثروة الليبيين تصدر للخارج من غير وجود وحدات قياس، من غير وجود عدادات. نحن اكتشافنا كان من تقريبا كان يوم 13/7 عندما تكلم عضو المؤتمر الوطني التواتي العيضة عن مدينة الكفرة، تكلم عن أن أوضح أن البترول يصدر من غير عدادات، فوجهنا لجنة فنية من حرس المشاة النفطية تأكدت بأن فعلا البترول يصدر من ميناء السدرة من غير عدادات. نعم، هو للتوضيح هناك رسالة كانت تحديدا في النصف الأول من شهر أكتوبر وصلتنا صورة منها، بحكم أن جهاز للتوضيح لكافة الليبيين، جهاز حرس المشاة النفطية يتبع من ناحية فنية وعسكرية إلى وزارة الدفاع، ومن ناحية إدارية ومالية للمؤسسة الوطنية للنفط. يعني هو جزء لا يتجزأ من المؤسسة الوطنية للنفط. ما وصلنا هو صورة من مراسلة من السيد رئيس المؤسسة يخاطب المؤسسة الشرعية التابعة لحكومة المؤقتة، يخاطب فيها كافة الشركات بأنهم يوقفوا التصدير أو التعامل إلا عن طريق هذه المؤسسة الشرعية. ما اتضح لدينا بعد التواصل مع السيد رئيس المؤسسة والنقاش بالخصوص هو أن المؤسسة الوطنية للنفط الشرعية التابعة للحكومة المؤقتة قد استكملت كافة إجراءاتها الإدارية والمالية والقانونية، وهي الآن مقبلة على التصدير عن طريقها. وبحكم أن الفترة السابقة لم تستطع إتمام إجراءاتها لعدة أسباب لا نعلمها، قد يجيب عليها المسؤولين عن هذا الملف. طيب، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا نبي نعرف الرجل هذا شنو، مش عارف شنو بنقول، لكن الرجل هذا شنو يمثل؟ بس شنو يمثل في برقة؟ شنو يمثل في مؤسسة النفط الوطنية؟ شنو هو بالضبط؟ شنو وضعيته هو؟ هذا أول ما بدأ القصة يا هلنا بش نحن ما انتبهناش على الموضوع. أول ما بدأ بالغناوة متاعت هذه القصة متاع هذه إن برقة مظلومة ما يقدرش حد يمشيها علينا، ان برقة مظلومة ولابد ناخذ حق برقة نحن. هذه كان الحجة اللي يقول بها، وعدوا لمدوا مجموعة صعاليك وحطوهم في الوادي الحمر غادي وقالوا هنا حق برقة، من هنا تبدا ارض برقة، لابد يعطونا حقنا بالكامل والا يسيل فيها الدم. باهي يبي ياكد الدعم متاعه هو هذاي، يبي زي ما تقول بيدير شرعية للموضوع هذاي. قال والله حتى النفط يصدر من غير عدادات. معقول الكلام هذا يا جماعته؟ بالله عليك، ليبيا تقاد بمثل هؤلاء؟ تشلي عدادات انت وين قاعد انت؟ انت وينك ايام معمر انت؟ ايام معمر كانت من غير عدادات ولا بعدادات بس؟ نبي نفهم. انا ايام معمر كانت بالعدادات؟ والله ما تقدر تدوي عليه الله ولا تطريه انت، لا عدادات ولا غير عدادات. وقالها لك واضحة، قال لك تجي شور النفط نقطع لك راسك، وما يقدر في كم راجل يرفع راسه. توا طلع برقة عندها حق ومظلومة، توا طلع ان النفط بدون عداداته. وبعدين من قال لك ان النفط يتصدر بطريقة واحدة هو العدادات؟ وانت تصدر فيه بايش توا، بالعدادات ولا من غير عدادات؟ انت ركبت العدادات انت ولا مازال من غير عدادات؟ يا اخي في وسائل لقياس النفط، البراميل، الحجم متاعها، الباخرة تجيب التنك متاعها، السعة متاعها 100,000 برميل أو 200,000 برميل أو 300,000 برميل يضخولها إلى أن تأخذ السعة متاعها بالضبط. انتهى الموضوع. شو اللي عددات هذا؟ تنلعبوا نحن نلعبوا في بطش ونلعبوا شنو عددات هذين؟ شو المعقول الكلام هذا؟ دولة يا راجل دولة. وبعدين أي شرعية، أي حكومة شرعية هذه؟ أي حكومة شرعية اللي تحكي عليها أنت؟
انت مرتباتك يجنك من طرابلس من هنا، مرتباتك يجنك من طرابلس، يبقى اي الشرعيه اللي تحكي عليها؟ بالله خليني نعاود انا الكلام معك كما ضاي ونشوفوه. افطن اشين قال لي يسال فيرس، قال بالنسبه لايقاف النفط قالوا لي ليش توقف النفط؟ تو انا نعرف حرس منشات النفطيه يحميهن اذا كان جاهن عدو ولا يبي يحرق ولا يبي يدير، هذا حرس منشات النفطيه، بس مش يقعد رئيس مش يقعد وزير يمنع النفط انه يصدر. مش عارف انا، انت واحد حطك غفير على هذا قايل لك الله يرحم والديك مقابل هالفلوس هذين يحمينا هالرزق الليبيين، هذا رزق الليبيين احميه لنا. جيت تصنطه. بالنسبه لايقاف النفط لم نوقف النفط للضغط او لفرض النظام الفيدرالي، لا سلامتك والله يعلم الله انك صادق في الموضوع مية مية. اذا كان انت بديتوا بها القصة اصلا مكتب برقة ما مكتب برقة، انت وعبد ربه والقصة اللي طلعت كلها مضروبة، هذه طلعت قصة كلها مسرقين وبيعين ادوار كلهم، وين توا برقة؟ شن ساير فيها برقة توا؟ الناس قاعدين يقطعوا في الوجابي برايات بتاعاتكم من المكسرات هذينا، يقطعوا في الوجابي. راح الزبير اللي دفيتوا له الكبوة، راح اختفى بالكل، امير برقة هذا دفيتوا له الكبوة راح فيها الراجل، وراح سنين الجهاد بتاعه والنضال بتاعه راح عن كله، 31 سنة دفيتوا له موقف كبوة راح فيها مسكين، وتو مش قادر حتى يبين حتى وجهه، وتو أول ما داروا الحكومة هذه عيطت التوافق نبوة عشان تحمي روحك. قال لم نوقف النفط للضغط أو لفرض النظام الفيدرالي، أوقفنا النفط لما اكتشفنا أن النفط يصدر للخارج بدون وحدات قياس. معقول يا جماعة الكلام هذا؟ أي بدون عدادات. اكتشفنا هذا الأمر يوم 17/7/2013، بقى وقبلها من بعد ثورتنا لعند 17/7 كانت بالعدادات ولا غير عدادات؟ قال عندما تكلم عضو المؤتمر تواتي العيضة، حي بلا، عندما تكلم عضو المؤتمر تواتي العيضة تكلم على أن النفط يباع بدون عدادات. أنا والله والله ما وجعتني حاجة إلا اللي هدنا اللي صدقوكم، إلا اللي اقتنعوا بهذه الترهات وهذا الأفاقين وهالكذب هذا اللي اقتنعوا بها، ما هم اللي وجعيني. توضيح، هناك رسالة كانت تحديدا في النصف الأول من شهر أكتوبر، هذا طبعا بعد سنتين، احنا جبناه كم الفيديوين، الفيديو الأولي هذا اللي قال انها تنباع بدون عدادات، لكن اللي قبله هذا برقة مظلومة وهذا حق برقة ولابد يعطونا حقنا بالضبط، وكان هذا ما فيش ولا، قال الشايب المسكين اللي غادي اللي مشرك حتى ولي قال ما نفتح ولا بالريمة، قال ولا بالريمة نفتح حقنا يجينا كلنا بالكامل. خرف يا سي الحاج خرف، وجاك هذا اللي صمت اللي هناك ولا حقيته بالريمة لا حقيته جنيه. باقي السنتين اللي فاتن هذينا الفلوس اللي خذيتوهم من النفط وين مشان هذينا؟ وين مشان يا سيدي؟ ما مشانش فلوس، تو لا استفاد الشرق ولا استفاد الغرب، البلاد انضربت بهالرايات هذينا. كنا نصدروا في مليون ونص، مليون وستمائة ألف برميل يوميا يصدروا فيه الليبيين، باقي هو من يتحملها تو هذه؟ من يتحملها؟ بس بعد سنتين درينا معاه اللقاء، طبعا هذا امس ولا اول امس يديروا فيه، قالوا له ليش تسكر مو رده تخل؟ قال في رساله تحديدا في النصف الاول من شهر اكتوبر وصلتنا صوره منها، بحكم ان الجهاز يتبع من الناحيه فنيه وعسكريه الى وزاره الدفاع، ومن ناحيه ماليه واداريه الى المؤسسه الوطنيه للنفط، يعني هو جزء لا يتجزأ من المؤسسة. بيتو انتهى البرلمان وانتهت الحكومة وانتهت القصة كلها، تو تتبع من انت يا جذران؟ من تتبع انت تو انتهت القصة كلها، تو انتهت القصة، كيف يصير تو؟ وتو جيت تو وسكرت انت. صراحة ضريت الليبيين وسرقت قوت الليبيين وارزاق الليبيين، والله مو مسامحكم الله الشعب الليبي في كل قطعه، سواء كم تبددتوها في الوطاس وان صمتوها في بطونكم،
والله ما مسامحكم فيهن. الله اللي خليته البلاد لعند هذه الدرجة قاعدة، قاعد الدولار توا واصل قريب 4 جنيه من سببها أنتو، سببها أنتو بالخراب متاعكم والفساد متاعكم. وكيف سكتك زيدان من قبل؟ الملايين اللي خذيت من زيدان خذيت على أي سبلة؟ على حق برقة ولا على العدادات؟ ما وصلنا هو صورة من مراسلة لرئيس المؤسسة، صورة من مراسلة لرئيس المؤسسة لكل الشركات بأنهم يوقفوا التصدير والتعامل إلا مع هذه المؤسسة الشرعية. شوف التناقض كيف، تو معترف هنا بمؤسسة شرعية، معترف هنا بصورة، غادي ما فيش عدادات. يعني أنا بنعرف بس أنت شن علاقتك في الموضوع، أنت غفير ولا رئيس وزراء؟ بس نبو نفهموا هذه نحن، أنت غفير ولا رئيس وزراء ولا رئيس ميليشيا؟ أنا الأقرب أن رئيس ميليشيا بصراحة، لأنك أول ما بديت قلت برقة وجيت عند الوادي الحمر وحشدت غادي وقلت لعطونا، كان هذا نبدو فيها ولا ما صارش كلام هذا؟ يبقى أنت في حقيقة الأمر رئيس ميليشيا، لكن أنت ابن عمي الوضع اللي تتعامل به تتعامل كأنك رئيس وزراء رومي ولا نكسر قرنك، يا تعطونا فلوس وتبحب حوالنا يا النفط هذا علي وعلى أعدائي. نسأل الله أن يصلح حالنا إن شاء الله. نطلع فاصل إن شاء الله ونرجع. يا داغرين في ناس وطني دغرة، رد الكرامة في جزر طنبة الصغرى. يا حايسين في ناس وطني حوسة، راهي الكرامة في جزر أبي موسى. والله الكرامة عندكم مدسوسة وجيتم في زعل الدم جيت نغرة. يا مخربين بلادي، راهي الكرامة بواد وانتو فوادي، قولوا الكرامة في جزركم بتنادي، غير سكروا في بلادكم كم ثغرة. يا بايعين الدين يلي مع كل العرب وجهين، يا بايعين الشرف في فلسطين ما يوم مكتوبة عليكم نغرة. يا مخربين أوطان، يا خايفين مجيت الطوفان، مهما تديروا جايكم لاوان، كم تغفلوا في ثغرة وتلقوا ثغرة. يا شيوخ الهدى، انتم يا شيوخ الهدى بالعهر تبنوا مجد ربي هدى، ما يوم درتوا للإسلام معدة، ولا تستحوا لا يوم فيكم جغرة. انتم يا شيوخ العار، انتم يا شيوخ العار نسيتوه بوكم جاي تال الدار، لدريس هاللي سلف دولار باش تنبني بو ظبي وانت تقرا. يا داغرين في ناس وطني دغرة، ردوا الكرامة في جزر طنبة الصغرى. والله صدقها شاعر وسلم فمه بصراحة، هذا ما يدفعوا في المليارات مقابل أن يخربوا بلداننا ويخربوا ثوراتنا ويفسدوا ذمم الناس. تو انتوا شوفوا بس، القوا نظرة على الإمارات، الخونة كلهم مجتمعين غادي، صحيح واخذة منهم جزء مصر لكن الغالبية كلهم غادي، كلهم كلهم الخونة غادي، تعي الفلوس وبياعين الوطن كلهم قاعدين غادي، ولا مش مزبوط الكلام هذا؟ قاعدين ملتمين في الإمارات مليارات يدفعوا فيهن، بدل ما يدرون على المجاري بتاعهم اللي أمس قاعدة متسكر عندهم. باي واحد حيقول لي حتى طرابلس، يا سيدي طرابلس هتحق فيها المعاناة اللي تعاني فيها 5 سنين ما عرفت تتقى من جوا ولا من برا البلاد، 5 سنين ما عرفت تتقى من جوا ولا من برا. لكن هذا كم مع الدولة حديثة دي روحة وفلوس ومليارات وملايين وبنية تحتية لكن إن الله لا يصلح عمل المفسدين. والله ما يربحوا الله، والله ما يربحوا الملايين اللي أكرمهم بهم الله سبحانه وتعالى ورزق من الأرزاق، قاعدين يستعملوا فيهم في شراء الناس وفي ذمم الناس وفي إفساد الثورات وفي إفساد البلدان وخراب ودمار البلدان العربية، هم اللي يستعملوا فيه توه هي الإمارات. وصدقها الشاعر والله، يوم اللي جيتونا جيتونا عرايا، جيتونا عرايا في الستينات، تبونا نبنوا لكم مستشفى ولا تبوا بلاد كم تقل كيف بلادنا، ولا كانت أمنيتكم توا ترسلوا في المليارات لإفساد البلاد اللي يوما ما مدت لكم يد العون؟ لكنه الله سبحانه وتعالى في الوجود إن شاء الله. تفضلوا يا شباب. صلي على النبي، أنا سمعت لك وأنت تتكلم.
أنا لم أصرح بضرب أي مواطن ليبي. إحنا قلنا أي باخرة تقترب من موانئ نفطية حتى يباع النفط خارج شرعية الدولة ستضرب. وأقولها الآن، الشخص اللي تكلمت عنه هذا ليس نظير أتفاوض معه، هذا شخص مطلوب من النائب العام ببطاقة حمراء، هذا شخص خارج عن شرعية الدولة، هذا شخص عنده مطالب لآلية يا هالبرقة. ما عنداش مطالب برقة، ما ضاقتش حتى يتكلم عنها إبراهيم الجبران. يتكلم عنها هذه برقة معروفة هي. سيدي الله يبارك فيك، انا جاوبتك سمعت. كلها رجال برقة تدفع من اجل برقة، خلاص مطالب شخصية. انتهت. رغم أننا نحن نتخالف معك طول وعرض يا سيد زيدان، طول وعرض نتخالف معك، لكن في هذا الجزئية نتفق معك. توا بالله عليك ضاقت برقة يتكلم عليها جذران و... والسيد الفسيع عز الدين ولا شو اسمه، ولا شو اسمه عياد الفسيع، ضاقت هذين الاثنين يتكلموا على برقة بياخذوا حق برقة. هذاك يصمت في الدكاكين بتاعت شارع دبي، يصمت في الفلوس ويسرق في الحواشين ويصمت فيها، هذا هو اللي بيجيب حق برقة. وهذا الدولي هذا بدون عدادات هذا ياخذ النفط يطلع بدون عدادات، لا لازم نركبوا له عدادات، تقول عدد ساعه، هو تقول كهرباء قاطعين عليها الضيه ولا عش يعني صراحه. لكن يا زيدان في هذه الجزئيه بالذات انقدر نصح لك، هذا راجل قال لك مطلوب فيه كرت احمر من النائب العام، يعني رئيس ميليشيا لص، يعني لص راهو طول القضية ما يودلش الأسباب بتاعت القضية. لا يضيع الحق بالتقادم، حق التقاضي لا يضيع بالتقادم. انت اول ما بديت يا سيد جذران بديت قلت نبي حق برقة، اختمت عطوك 200 مليون ولا 300 مليون، سكتت هذيك الفترة، ردت لنا تو من جديد تبي توقف النفط، والنفط اللي كان يمشي والبلاد اللي تدمرت والاقتصاد اللي وصل لهذا المرحلة من سببها أنت يا صاحب برقة، أنت يلي تعطي في حق برقة، يلي دعمته المجرم حفتر وتوى من قلبين عليه، كلكم مجرمين، كلكم نفس القفة كلكم. والله ما تربحوا، الله العظيم والله ما تربحوا، لا يربح من سندكم، والله لا رزق ليبيين هذا، والله لا زقون في بطونكم، الله أنا نقولها كم، والله لا زقون في بطونكم ما تربحوا. وتوا حنجيبولكم كلام الرئيس حرس المنشآت اللي هذا يدعي ويقول أنا مكلف منا، اللي هو الجذران هذا يقول أنا مكلف، أخرى يا ريت رئيس رسمي هو مكلف اللي دار فينا الشارع هذا كله. تو نجيبولكم رئيس الحرس شنو يقول على المشكلة اللي صارت في النفط اللي هو علي الأحرش. تفضل يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يشرفني ويسعدني بصفتي رئيسا لجهاز حرس المنشآت النفطية أن أعلن رسميا عن انتهاء أزمة النفط وفتح كافة الموانئ النفطية أمام المؤسسة الوطنية للنفط لتنفيذ عملياتها النفطية بكل أمن وأمان، اعتبارا من تاريخ هذا اليوم 2 يوليو 2014 للميلاد. نأمل التوفيق للجميع، حفظ الله ليبيا ووصلنا بها إلى دولة القانون دولة العدل، ووفقنا الله جميعا. شكرا، السلام عليكم. إيش رأيك يا المكلف أنت؟ إيش رأيك عاد مش هذا رئيسك؟ وهذا انت بروحك قلت كلفني، هذا قال لك من 2/7/2014 انحلت مشكلة النفط رسميا وعاشت ليبيا حرة موحدة، هكذا الكلام وهكذا كان الخطاب، يعني من سنة واربع شهور فاتن. عليش توت تجيب لنا في المشاكل اخا من جديد؟ عليش تسكر في الطريق البري وتسكر في الموانئ النفطية وتدعي انت حامي حماها وانت ملك الملوك حتى انت، وانت العبقري بتاع النفط، وانت الوحيد اللي يفهم في النفط، وانت الوحيد اللي فاطل للعدادات، وانت اللي اصحاب تربع حامي، هذا كل المقولات هذين بتاعتك انت، سبحانك اكتشاف راهو
اكتشاف قوي بالكره، واكتشاف ان النفط يمشي بدون عدادات. هاي بلا والله، هذا اكتشاف، هذا مفروض تسجل عليه بصراحه في شنو موسوعه الجينيس. اول من اكتشف ان النفط يخرج من ليبيا بدون عدادات، قويه بالكره بصراحه هذه. اما انا صح لك والله، وين لقيت هالفتلوكة هذه وين قالوا لك عليها؟ والله من يعرف. وتو نزيد ونحكوا لكم هاللي تربى حامي وبرقة وكذا وكذا، في فيديو أخرى تو يقول لكم حقيقة المناضلة. تفضل يا شباب. بعد هنا بدينا احنا نسمعوا ان في شخصيات من النظام السابق، نظام الوالد السابق، بدوا يقصوا بإبراهيم الجدران، منهم هذول جماعة الحركة الوطنية، بدوا وأيضا هم مش غير الحركة، هم الحركة الوطنية هم متوزعين، عندهم مجموعة في جنوب أفريقيا، مجموعة في أوغندا، مجموعة وهم طبعا أكثر مكان متواجدين فيه مصر. جماعة الحركة الوطنية في مصر قادوا اتجاه، قالوا ضروري إحنا الآن نستوعب هذا الشخص إبراهيم الجدران، وفعلا كان لهم ذلك. فبدأ أول ما اتصل به السنوسي الوزري، وبعدها في اتصال آخر كان موجود هو يواكب هذه المرحلة هذه، هو اتصال ما بين عمر مسعود عبد الحفيظ اللي هو ورد اللواء مسعود عبد الحفيظ اللي كان ماسك الشعبية السبهة، وفي نفس الوقت هو ابن أخت أحمد قذاف الدم، يعني أحمد قذاف الدم خال عمر. عمر هذا كان ماسك شركة التمويل وطرد منها فيما سبق، لكن عنده خبرة في التسويق والنفط. فاتصل بإبراهيم الجدران وربطه بخاله أحمد قذاف الدم على أساس أنه يساعده في كيف يجد لبعض المشترين. هنا انفتحت خلاص، يعني الآن أمور أفاق أخرى انفتحت لإبراهيم الجدران في اتجاهنا نحن، ما عادش اقتصر على اليمين فقط، انفتح أفق مع الحركة الوطنية. حقيقة للأسف، يعني أسف كبير جدا أن الكلام هذا ما أخذش في الاعتبار. وطبعا حاربونا على طول لما طلعنا التحقيقات هذين، واحد يقول لك لا هذا عطيني حبوب، واحد تحت الضغط، واحد تحت أني تفهوا فيه. لكن القوي في الموضوع أن اللي يقول فيه الكلام اللي يقول فيه هذا قاعد واقع، توه واقع عملي. اللي حامي برقة هذا وصاحب الوادي الحمر والعدادات والنفط بدون عدادات وحق برقة والكلام الفاضي اللي يقولوا فيه، طلع شنو؟ طلع يقعد مع السنوسي الوزري يا حبيبي، طلع يقعد مع عمر ولد مسعود عبد الحفيظ اللي خاله أحمد قذاف الدم، يرتب معاه ويوروه كيف يسوق النفط، كيف يركب له عدادات ويطلعه. أكيد قالوا له في عدادات كويسات تو ندزوه لك من الإمارات على الأقل باش نعرف وش اللي جانا، ولا لا؟ غرفة العمليات نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم منهم، اللي موجودة من رزق الحرام هذه اللي قاعدة في أبو ظبي، هذه اللي وراها الفساد هذا كله. هذا اللي حامي برقة، اللي ترابها حامي هذا يبي ياخذ حق برقة، هذا للأسف رشاه الدنيا كلها، رشاه مشايخ، رشاه ناس، رشاه كذا، رشاهم بالفلوس اللي خذاهن وتو يتكلموا باسمه. شفتوه السعدي؟ هذا السعدي قال لك نظام الوالد طبعا، ما زال خاطر عليه ابوه، لكن رأيتوا الكلام اللي يقول فيه؟ تم التنسيق بينهم وقعدوا مع بعضهم ووروه كيف يوزع النفط وكيف يدير. يعني بصراحه امور واضحه، انا مانيش عارف بصراحه، مانيش عارف كيف مخلينا هذا اللي عن توه قاعد في القصه هذه ويشترط ويدير وسكر وافتح، كيف دايرين الله اعلم. المهم يا اهلنا حلقتنا عرفتوها وواضحه للي يدعوا في الوطنية، يدعوا حرصهم على ليبيا، حرصهم على برقة، اللي سبب البلاء في برقة، اللي سبب البلاء في ليبيا، وريناه كم بالفيديو، وريناه كم انه هو مخطط أزلام، ثورة مضادة، اتصالات بالنظام السابق كلها ضد ليبيا، كلها ضد ليبيا، بيضربوا ثورة ليبيا. لكن بإذن الله تعالى ثورة 17 فبراير ماضية ومستمرة وبيضة، كيف ما قالها الشيخ الطيب هذاي، بيضة مهما حدث فيها من قصور، مهما حدث فيها من نواقص، فهي بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل هذه الثورة خلتنا نتكلم بالصوت العالي ونرفع رؤوسنا، وبفضل الرجال الأشاوس اللي دمروا المخططات
وكانوا عقبة في طريق الصنديد في طريق الأسير المهزوم العقيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من كل من يتحالف على ضرب ليبيا وعلى ضرب ثورتنا المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أهلنا وأن يبارك لنا فيها وأن يبارك لنا في الأرزاق الموجودة في أرض ليبيا. يا رب يا رب. تحية لثوارنا، تحية لثوارنا، تحية لثوارنا أينما كانوا في ليبيا. نقول في آخر كلامنا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليت الريح عليت الريح عليت الريح ازداف الصبر الصبر هو مجداف لا 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 تغيروا مجرى الله يرى لا تغيروا مجرى ترصوها قبل يغيب ويودع شهيد الله الله وصانا وصار مهما صار من جد وجديد لا تبيعوا وطنية غنى عندك كان كيخوه الشقي شهادة